أول جامعة بوليتكنيك في مصر تهدف لتمكين الطريق للتوظيف محلياً وعالمياً. في البداية نشكر كل الحضور الكريم الذي شرفنا بتواجده في حفلنا اليوم، كما يسعدنا تشريف وحضور معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس صادق السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إلكتريك والرئيس التنفيذي لشركة السويدي للصناعات، المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي ورئيس مجلس أمناء الجامعة، وكل شركاء النجاح المحترمين. السادة الضيوف، إن التكنولوجيا باتت قوة فاعلة لا يستهان بأثرها في تحول مناهجنا التعليمية من جهة، وتغير طرقنا في التعلم من جهة أخرى، حيث أصبحنا في عصر يعتمد على المنصات الرقمية المتطورة والبرمجيات التفاعلية التي تعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، والذي يحدث بدوره ثورة في عالمنا في شتى المجالات، وهو الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز وتحسين تجربة التعليم والتعلم على حد سواء. تؤمن جامعة السويدي للتكنولوجيا بضرورة الاستغلال الكامل لقوة التكنولوجيا لخلق بيئة تعليمية متطورة ومشوقة وشاملة. كذلك تعتقد الجامعة أن التكنولوجيا ليست مجرد أداة، بل هي محفز للابتكار يمكننا من خلاله تحطيم الحواجز وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم متغير باستمرار. ضيوفنا الأعزاء، نود أيضاً أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان للبنك الأهلي المصري وبنك التعمير والإسكان على دعمهما الكبير في تمويل إنشاء الجامعة، إلى جانب دورهما المؤثر في النجاح الذي نفخر به جميعنا اليوم. وفي هذه اللحظة التاريخية نتوجه بالشكر للسادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة، ونؤكد على فخرنا بتواجدهم معنا في الجامعة. وتواجدهم في الجامعة فهم نخبة من القيادات في مختلف المجالات. الحضور الكريم، يشكل طلاب جامعة السويدي مثالاً بارزاً على الالتزام بالتعليم العملي، حيث يتمتعون بتجربة استثنائية خلال عامهم الأول في الجامعة، وذلك بفضل النموذج التعليمي المتعدد التخصصات البوليتكنيك، والذي يركز بشكل كبير على الجانب العملي للتعليم، وهو يعد من النماذج التعليمية الأكثر تطوراً وابتكارية في العالم. يركز على دمج التعليم التطبيقي والعملي المتوافق مع الصناعة والخبرة العملية في المناهج الدراسية، وهو الأمر الذي سيصقل من مهارات الطلاب ويؤهلهم أيضاً للتوظيف في أفضل المؤسسات بفضل المهارات العلمية والعملية التي تكتسب خلال فترة الدراسة. حضرات السادة الحضور، بكل تأكيد أن رؤية جامعة السويدي للارتقاء بمخرجات التعليم التكنولوجي ستنعكس إيجاباً على الصناعات المصرية وتوطينها وخلق اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة والاستفادة من العنصر البشري. في جامعة السويدي يتم دعم الطلاب في البرامج المختلفة لإعداد مشاريع تعكس فهمهم العميق لما تم دراسته. فعلى سبيل المثال، في قسم تكنولوجيا الحاسوب، يعمل الطلاب على مشاريع تشمل برمجة البايثون وأنظمة وإدارة قواعد البيانات وشبكات الحاسوب. وفي قسم التكنولوجيا الكهربائية يشارك الطلاب في مشاريع تتعلق بالمنطق الرقمي، والدوائر الإلكترونية والفيزياء والديناميكا الحرارية. تلك المشاريع لا تقتصر على تعزيز فهم الطلاب، ولكنها تؤهلهم لمواجهة التحديات الواقعية بنجاح وثبات. ومع الافتتاح الرسمي للجامعة، تجدد الجامعة التزامها بتهيئة الطلاب للدخول والتفوق في سوق العمل المتطور باستمرار، وتؤهلهم لفتح آفاق جديدة للتعلم والتطور والابتكار والسعي لبناء مستقبل مشرق للتعليم والنمو المستدام.
ضيوفنا الكرام في هذا اليوم الخاص، ندعو السادة والسيدات أعضاء هيئة التدريس لأداء قسم الجامعة، فليتفضلوا مشكورين. اسمح لي دولة الرئيس، أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف، محترما لقوانينها وأخلاقياتها، وأن أعمل على رفعة وطني وازدهاره، وتقدم جامعتي ورقيها، وأن أتحرى النزاهة والصدق في كل عملي، وفيا لواجبات مهنتي، ومتبعا أفضل السبل فيما يفيد طلابي، وأن أعاملهم بالمساواة والعدالة، مستمعا لآرائهم وموجها لهم، وأن أحترم زملائي وأقدر جهودهم، وأن أسعى في البحث والتطوير، حاملا أمانة العلم وقدره، وسأظل محافظا على سر المهنة، منزها نفسي عن كل عمل يناقض الفضيلة والكرامة، سالكا سبل الاستقامة، والله على ما أقول شهيد. ولإلقاء نظرة شاملة على رؤية الجامعة وعلى المرافق الحديثة بها والتجارب التعليمية الفريدة التي تقدمها، نعرض على حضراتكم هذا الفيلم الذي يبرز رحلة جامعة السويد بوليتكنيك مصر من التصور إلى الواقع، ويسلط الضوء على التفاني والعمل الشاق الذي تم بذله لجعل هذه المؤسسة مصباحاً للابتكار والتميز. مع التطور السريع للصناعة والتكنولوجيا، أصبحت كل دول العالم في حاجة ماسة لكفاءات شابة بمهارات تكنولوجية حديثة لقيادة عجلة التنمية والتقدم في بلادهم. وده بالظبط اللي بيتماشى مع رؤية مصر 2030. وإحنا في السويدي مؤمنين بمسؤوليتنا في المساهمة في تقديم نموذج تعليم جامعي متميز وغير تقليدي في مجالات التكنولوجيا المتطورة والمطلوبة محلياً ودولياً. لأول مرة في مصر ومن نبض الصناعة، أنشأنا جامعة السويدي للتكنولوجيا بوليتكنيك مصر، وهي أول جامعة في مصر بتقدم نظام تعليم البوليتكنيك الدولي، 60% دراسة عملية للطلاب داخل الجامعة وفي أكبر الكيانات الصناعية، لربط الخريجين باحتياجات سوق العمل في مصر والخارج. بتعاون أكاديمي مع كبرى الجامعات الدولية، بتقدم الجامعة بكالوريوس في التكنولوجيا الهندسية Bachelor of Engineering Technology BTEC لأكثر من 19 برنامج زي Computer Science Technology، Data Science، Cyber Security، Electrical Engineering Technology، وبرامج تانية تناسب وظائف المستقبل زي Energy Engineering Technology، Transportation Technology، وAgriculture Technology. ده غير فتح المسار التعليمي من خلال توفير درجات الماجستير والدكتوراه في التكنولوجيا على مساحة 32 فدان وبتصميم عصري وذكي. جامعة السويدي للتكنولوجيا بوليتكنيك مصر كمان بتوفر مناخ دراسي وفرص تعلم استثنائية لأكثر من 15,000 طالب وطالبة من خلال قاعات المحاضرات والمدرجات، والمعامل المجهزة بأحدث المعدات والتكنولوجيا الحديثة، واللي بتقدم تجربة تعليم عملي ونظري تتناسب مع اهتمامات واحتياجات كل طالب. وكمان الجامعة بتوفر لطلابها كل وسائل الترفيه زي ملاعب رياضية، مكتبة حديثة، كافيتيريا، وخدمات تانية كتير تساعدهم في الاستمتاع بتجربة تعليمية متكاملة وفريدة. تجربة تعليم جامعي مميز لإعداد خريج مدرب منافس جاهز لسوق العمل المحلي والدولي. جامعة السويدي للتكنولوجيا بوليتكنيك مصر، Access the Future. س-
سيداتي وسادتي، أدعو المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء الجامعة لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس الوزراء، سادة السفراء، حقيقة احنا بنتشرف جدا جدا بوجود سادة الوزراء، وجودكم معانا النهارده. Really honored to be here today with you. احنا كشركة السويدي، سواء كشركة او كعائلة، انا وصادق اخويا، الحقيقة احنا مركزين جدا جدا في موضوع الدعم الفني، سواء في المدارس او في جامعات. والحقيقة شايفين ان احنا كصناعة او كشركات صناعية، هدفنا الرئيسي ان احنا نكبر الصناعة ونكبر التصدير كل سنة. والحقيقة كل ما أثبت لنا أن مصر is one of the best بلاد الصناعية، نحن مصنع حوالي 50 بلد في العالم، مصر is one of the best of them. بالتالي عشان نوصل لصناعة جيدة، عاوزين نوصل لعامل جيد ونوصل لمهندس جيد، وده مش هيحصل غير عن طريق التعليم الفني أو عن طريق أن احنا نوصل لمهندسين على مستوى عالمي. وشايفين التطور اللي حصل في ألمانيا أو في بلاد زي ألمانيا، ميلي كله بتبنى على الجامعات الفنية وعلى التعليم الفني في المدارس. وعشان كده احنا بنحاول نمشي بنفس الطريقة. طبعا بنشكر سعادتك ونشكر الدولة على الدعم في كل النطاقات على هذا في هذا المشروع. طبعا نشكر برضو السادة الداعمين لنا، سواء البنك الاهلي او بنك تعمير الصدرات او كل الحقيقة بنك اسكان التعمير، الحقيقة البنوك اللي هم والشركات اللي داعمة لينا، سواء في قطاع المدارس الفنية او في القطاع الجامعات. وطبعا احنا لما جينا نبدا الجامعه الفنيه، كل الناس خوفونا ان احنا نبدا فيها. انا قلنا ده مشروع فاشل ومشروع مش هينجح، وقال لك حتى يبقى يفضل ما تكملوش فيه. والحقيقه بسبب الاداره، سواء حنان او الدكتور ياسر او كل الاخوه، الحقيقه كل التيم، الحقيقه شيء مشرف وشيء بجد حاجة عظيمة جدا جدا، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونكررها على مستوى مصر بالكامل إن شاء الله. شكرا. نشكر المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء الجامعة. السيدات والسادة الكرام، الآن دعونا نرحب بمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإلقاء كلمة في هذا اليوم المميز، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي طبعا في البداية إن أنا أعبر عن سعادتي بوجودي مع حضراتكم في هذا اليوم المميز، لنشهد الإطلاق الرسمي لواحد من الصروح التعليمية في مصر، وهو جامعة السويدي التكنولوجية أو البوليتكنيك. والحقيقة أنا ما كنتش محضر كلمة إن أنا أقولها، ولكن يمكن وجدت إنها فرصة جيدة جدا إن إحنا يعني كدولة، أولا يعني كل الدعم للقطاع الخاص لمساهمته الكبيرة اللي بتحصل في الاقتصاد المصري وفي كل أوجه الاقتصاد، في الصناعة وفي التعليم وفي الصحة وفي كل مجالات التنمية، لأن هو ده الدور الأساسي. وإحنا بنؤمن كحكومة وكدولة أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في أي دولة، وعلى الأخص في مصر في هذه الظروف. الحقيقة يمكن يعني قطاع الصناعة بيشهد من الدولة دعم كبير جدا 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 في خلال هذه الفترة. ويمكن على المستوى الشخصي يعني ما بيمرش اسبوع غير لما بكون موجود في عدد كبير من المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الخاص، علشان ندعم كل القطاع الخاص في دوره اللي بيقوده في تحقيق التنمية الصناعية في مصر. ودائما وابدا يعني اذا كنا بنتكلم ان الصناعة عبارة عن منشآت، عبارة عن اجهزة، عبارة عن بنية اساسية، ولكن يبقى المكون الأساسي اللي يقود نجاح عملية صناعة هو القوى البشرية اللي بتبقى موجودة. واللي احنا شفناه في كل تجارب العالم الناجحة ان النهضة الصناعية دايما بتبدأ بالاهتمام بالتعليم الفني والتعليم التكنولوجي.
وعشان كده يعني كان دعمنا كدولة للقطاع الخاص ان هو يقود عملية تطوير التعليم الفني قبل الجامعي وايضا التعليم الجامعي في صورة الجامعات التكنولوجية. وده الحقيقة يمكن ظهر بصورة كبيرة جدا في خلال السنوات الماضية في ان احنا ندخل في شراكات مع القطاع الخاص في تأهيل ورفع او اعادة تطوير العديد من المدارس الفنية، وايضا انه ينشئ مجموعة من المدارس الفنية الجديدة بالكامل، يعني سواء اللي احنا بنطلق عليه الجرين فيلد او البراون فيلد. والحقيقة يعني كل التجارب اللي تمت اكدت لنا ان احنا راهننا على النموذج الشراكة الناجح، لان الحمد لله النهاردة كل المدارس الفنية اللي بيتم النهاردة يعني تشغيلها وادارتها بقطاع خاص يعني النهاردة بقت نموذج نجاح ونقطة مضيئة جدا داخل الدولة المصرية. الأهم نتيجة لأن القطاع الخاص اللي بيديرها هو قطاع صناعي، فبالتالي هو بيؤهل العمالة اللي بيحتاجها قطاع الصناعة المتخصص، وبالتالي الولاد بيخرجوا من المدارس دي على طول على فرص العمل. نظرا لطبيعة المجتمع المصري ودائما بيبقى هناك رغبة في إكمال التعليم ما بعد مستوى المدارس، كانت فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية، وبالتالي يمكن إحنا كدولة شجعنا هذا النموذج، والنهاردة الحمد لله إحنا بنشهد واحدة من النماذج اللي نأمل إن شاء الله أنها تكون نموذج نجاح كبير، وهو موضوع الجامعة اللي إحنا موجودين فيها النهاردة. المستهدف من هذه الجامعة أن إحنا تصل إلى أكثر من 15,000 طالب، وده طبعا رقم يعني نقدر نقول عليه يعني طبعا جيد جدا، ولكن طبعا في خضم العدد الكبير لمصر بيبقى مازال ان احنا محتاجين عشرات الجامعات من هذا النموذج ان شاء الله يبقى موجود. احنا بنؤمن كدولة ان هذا النموذج هو اللي بيقوم الحقيقة الصناعة في عدد كبير جدا، وشفنا نماذج كتيرة جدا ناجحة في دول متقدمة ودول عالمية. لما بيبقى التركيز على هذه النوعية من الجامعات بتحصل الانطلاقة الكبيرة في قطاع الصناعة. يبقى الدور المهم جدا وهو دور ان تغيير ثقافة المجتمع عندنا. احنا لعقود طويلة جدا الاسر المصرية والشباب المصري كان بيؤمن فقط بالجامعات النمطية والكليات النمطية، حتى لو كانت اللي بيتخرج بعد كده من الجامعة وما بيبقاش بيجد فرص عمل. اعتقد النهاردة هذا النموذج نموذج مهم جدا، لانه بيدي المثل ان الولاد اللي النهاردة شفناهم ونماذج تفرح وكلهم يعني خريجي مدارس، حتى منهم مدارس لغات ومدارس اجنبية، مقتنعين بهذا النموذج من التعليم، لان النهاردة اللي احنا بنشوفه ان الولاد دول اول ما بيتخرجوا بيبقى لديهم افاق لا محدودة في فرص العمل وبيبقى الانطلاقة الكبيرة. انا يعني في النهاية طبعا حابب ان انا اوجه كل التحية والتقدير لهذه النوعية من الجامعات والمنشآت التعليمية المتميزة جدا. بشكر مجموعة السويدي على دورها الرائد في سواء المدارس الفنية أو هذه الجامعات التكنولوجية، زيهم زي الحقيقة مجموعات من رجال الأعمال المصريين يعني فعلا المخلصين لبلدهم اللي بيعملوا نفس النموذج في أماكن أخرى. ومرة أخرى أنا بأكد أن الدولة المصرية هتكون حريصة كل الحرص على دعم هذه النماذج بصورة كبيرة جدا، وحنبقى إن شاء الله يعني نطور مجموعة من الحوافز الجديدة علشان نشجع هذا النوع من التعليم بإذن الله. شكرا لحضراتكم، ومرة أخرى بعبر عن شرفي إن أنا أكون موجود معاك. نشكر معالي دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي على هذه الكلمة، ونتقدم له بالشكر على تشريفه لهذا اليوم. سيداتي وسادتي، نود أن نعبر عن امتناننا الصادق لجميع الضيوف الموقرين، معالي دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، وجميع من تفضل بتشريفنا اليوم في الافتتاح الرسمي للجامعة. والشكر موصول لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب الأعزاء، وأود أن أشكرهم جميعا على شغفهم وعلى عملهم الشاق وتفانيهم في التعلم والابتكار. شكرا لكم جميعا مرة أخرى لكونكم جزءا من هذه المناسبة التاريخية، ودعونا نواصل السعي نحو التميز ونحقق تميز.
تأثيرا إيجابيا على عالمنا. أطيب التمنيات بمستقبل مشرق وناجح لأبنائنا الطلاب. شكرا لكم. طيب هستأذن بس حضراتكم يعني تفضلوا في مقاعدكم قليلا. هستأذن حضراتكم لأن احنا لسه عندنا حفل توقيع، في عندنا مراسم توقيع. هستأذن حضراتكم بالالتزام بالمقاعد.